Bapak Ibu, Majelis Hakim serta hadirin pencinta Al-Quran yang mulia. Qari'ah nomor peserta TQ 0307 akan membaca ayat-ayat Al-Quran. Surah Saba dimulai dari ayat 22. Dimulai dari ayat 22. Kepada Qari'ah nomor peserta TQ 0307 disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم
قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا العزيز الحكيم. وما للناس بشيرا ونذيرا.
ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله.